لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الزمالك يعود للانتصارات على حساب بيراميدز كالعادة بهزيمة مريرة. بدأ الزمالك بعواد وقدامه 4-2-3-1، محمود علاء وعبد الغني قلبين دفاع، على يمينهم حازم إمام، على شمالهم عبد الشافي، قدامهم طارق وساسي على الدايرة، قدامهم على اليمين بن شرقي، على الشمال زيزو، أوباما في عمق الملعب، خلف مهاجم وحيد مصطفى محمد. في البداية هنتكلم عن مخاطرة دي صبر رغم قلق وخوفه من الزمالك واللي ظهر جدا على لعيبته. هنا بيراميدز بيلعب 4-4-2 دايموند عشان يقدر يقفل العمق ويوقف حد هنا لساسي، فبالتالي يمنع البلد قبل الزمالك. طب هل نجح في ده؟ نلاحظ هنا مع بعض في مرحلة بناء الهجمة للزمالك ساسي وطارق اهم، لاحظوا هنا عمر جابر راح على طول عشان يقفل على ساسي، فبالتالي البناء من تحت هيبقى صعب جدا. وهنا فاروق ضغط على طارق، لاحظوا بقى هنا مفيش حد من بيراميدز طلع يضغط في التلت الاول لملعب الزمالك، لقى التعليمات واضحة، الضغط لحد التلت الوسطاني بس من ملعب الزمالك عشان ما يوسعوش الفجوات بين الخطوط فيقدر الزمالك يشتغل براحته. يبقى احنا هنا بنلاحظ ان دي صبر اختار طريقة اللعب دي عشان يوقف واحد لساسي ويمنع البناء من وسط الملعب، لان اوباما وبن شرقي كده هيتقفل عليهم المساحات بين الخطوط طبيعي. تاني هنا بناء الهجمة للزمالك، لاحظوا عمر جابر ملوش دعوة بحد ولا بحاجة في الملعب غير رقابة ساسي، عشان كده الزمالك عانى جدا في البناء. عشان تقدر تبني هجمة يا اما بتختار البناء الطولي يا اما بتعمل البيلد اب، وعشان تعمل البيلد اب لازم يكون عندك كثافة في مناطق التحضير ولعيبة تعرف تلعب كورة. بس لو ما عندكش كثافة هيحصل ايه؟ لاحظوا المخاطرة هنا من محمود علاء برغم ان مفيش حد ضغط عليه خالص، لكن هنا يحسب للزمالك حاجة مهمة جدا وهي سرعة الارتداد الدفاعي اللي ضيقت افكار دي صبر. طبعا الجانب التاني بيراميدز كان بيبني الهجمة ازاي؟ لاحظوا هنا اسلوب ضغط الزمالك وعزل الخطوط، مصطفى هو اول خط في الضغط، ولاحظوا المربع ده على لاعب وسط الملعب قفلوا عليه كل زوايا التمرير فقدروا يفتكوا الكورة. لاحظوا ان بيراميدز ما كانش عنده لعيبة كورة في وسط الملعب، عشان كده بناء الهجمة من تحت كان مش صعب، ده كان مستحيل. هنا تاني ايمن منصور لوحده ومعهوش مساندة، وهنا ذكاء من بن شرقي في توقيت الضغط وذكاء من مصطفى محمد اللي مال عشان يقفل كل زوايا التمرير عليه، في النهاية بقت مرتدة للزمالك. وهنا المحطة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، محطة ممتازة من مصطفى محمد عشان يقدر يطلع الفرقة. بطء مش طبيعي من بيراميدز، مش طبيعي بجد والله. ودايما مصطفى محمد بيضغط على قلبين الدفاع وبن شرقي دايما بيتحرك تحته، وتلاقي السكند بول معظم الوقت مع الزمالك. طب ما بدل ما تبني من تحت ابني طولي. طب لمين؟ طب ما تيجوا نشوف مين المحطة اللي تقدر تبني طولي عليه، خاصة وانت مش بتاخد السكند بول. مع نزول عبدالله السعيد بقى في سهولة اكتر في بناء الهجمة من تحت، وده عشان قدرات عبدالله بس. هنا عبدالله سقط في وسط ملعبه عشان يكشف الملعب وقدر يمرر تمريرة عميقة ممتازة لإيريك اللي بيتحرك دايما في ظهر حازم. لكن فين المساندة الهجومية من فرقة متأخرة في النتيجة والمفروض بتحاول ترجع في الجيم؟ لاحظوا بقى يا جماعة الجملة الوحيدة اللي قدر يبنيها بيراميدز صح، هنا بناء طولي على أنطوي ووراه فاروق وإيريك والعيوني بيتحركوا عشان السكند بول وبيضم لهم عبدالله، فقدرت تخلق كثافة هجومية ووصلت لمناطق مؤثرة. نرجع للزمالك وحلول كارتيرون في بناء الهجمة. بما إن مفيش ضغط على قلبين الدفاع، طب ما انا ممكن العب طولي في المساحات اللي على اجناب الملعب، وخصوصا ان بيراميدز بيلعب 4-4-2 دايموند زي ما قلنا، يعني العمق مقفول ضبة ومفتاح. حل تاني عمله الزمالك وهو سقوط زيزو كحل في بناء الهجمة على الاجناب. لاحظوا هنا زيزو سقط في وسط الملعب فاضطر ايمن منصور انه يروح يقابله لان مفيش حد من وسط الملعب فاضي. لاحظوا هنا بقى ذكاء اوباما في التحرك
اتحرك في الطرف ورا ايمن منصور، لان زي ما قلنا الاربعة اربعة اتنين دايموند مشكلتها في المساحات اللي بتكون على الاجناب، ودي بتحتاج مجهود بدني وسرعة كبيرة في الرد من الترحيل العرضي، وده ما كانش بيحصل خالص. تاني برضو نفس الكلام، زيزو بيسقط لتحت فبيحرر حازم وبيحطه دايما في موقف واحد على واحد مع ايمن منصور، هنا ايمن راح يقابله وساب مساحته، فبمنتهى الذكاء من اوباما قدر يلعب في ظهره. لاحظوا العمق زحمة ازاي، وهنا موقف اتنين على واحد، وعشان كده ده الفرق بين مدرب صاحي ومدرب تاني الخوف مسيطر عليه. هنا ساسي استلم في العمق وفي زحمة، يقوم مصطفى محمد المهاجم يهرب على الطرف عشان يستغل الزمالك المساحات العكسية. زيزو بيتحرك على الطرف اللي زي ما قلنا فاضي، عمل محطة طلع حازم، فبقى الزمالك في موقف اتنين على واحد. تاني انت فين يا دي صبر في كل ده؟ لو تفتكروا يا جماعة في ماتش جنوب افريقيا ومصر الاولمبي، كان كل هم المدرب انه يعمل بلوكات على الاطراف عشان يمنع وصول الكرة لاهم اسلحة المنتخب مصطفى محمد، بالتالي يضمن انه يعطل الكرات العرضية. لكن دي صبر ما اداش تعليمات للاعيبته بالضغط او منع وصول الكرة، بالعكس. بصوا هنا اوناجم استلم الكرة ومحدش ضغط عليه، حازم هنا اداله حل وطلع فسحب مع عمر، توسع مساحة اكبر لأوناجم. لاحظوا بقى يا جماعة الذكاء من مصطفى محمد وازاي قطع على القريبة. مكسب ورا مكسب بيجيب ثقة للعيبة والجمهور، وده اللي محتاجه الزمالك في الفترة دي، في انتظار افكار تغير وتضيف جمال على الشكل الفني للفريق جوه الملعب.